أربعة، امرأة أبي لهب. قال الله تعالى عنها: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. كانت أم جميل وهي امرأة أبي لهب ترمي في طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الشوك الكثير، وكذا تلقي النار وتسبه صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الأذى منها ومن زوجها أبي لهب على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل الله عز وجل فيهما سورة تخبرهم بأن لعنة الله قد حلت عليهم، وبأن موقعهم هو جهنم في الآخرة. فيقول الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خمسة، أبو لهب. قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وكان أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكثر الناس من يقومون بأذيته صلى الله عليه وسلم. ستة، فرعون. قال الله تعالى: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كان فرعون يدعي أنه الرب الأعلى، وأنه هو الأحق بالاتباع من موسى عليه السلام. وقابل فرعون وقومه النعم التي من الله بها عليهم بالجحود والكفران. سبعة، قارون. فقال الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. فكان قارون يمشي بين قومه مختالا، مفتخرا بما عنده من الأموال الطائلة، فإذا ببني إسرائيل ينظرون إليه، فكانوا في ذلك فريقين: فريق يغبطه على ما آتاه الله من المال والجاه ويتمنى ذلك، وفريق يؤكد على الإيمان بالله تعالى وجزائه للمتقين الصابرين. وفي ذروة استكبار قارون، وكما جرت سنة الله تعالى في الانتقام من الظالمين، خسف الله بقارون وبداره الأرض، فما انتصر له أحد. ثمانية، أبو جهل. وكان من كبار قبيلة قريش، وكان من أشد المعادين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد دائما أن